الرئيس السيسي ونظيره الإريتريا يؤكدان على ضرورة احتواء الموقف وعدم التصعيد بالبحر الأحمر ويتوافقان حول احترام سيادة الصومال. أمريكا وبريطانيا توجهان ضربات في اليمن على أهداف عديدة للحوثيين. وزير العمل يطلق البث التجريبي لمنصة العمالة غير المنتظمة خلال زيارته لبورسعيد اليوم. الأرصاد استقرار في الأحوال الجوية وتحذيرات من شبورة كثيفة ونشاط للرياح غداً. الزمالك يواجه أبو سليم الليبي ومودرن فيوتشر يلتقي سوبر سبورت الجنوب إفريقي في الجولة الخامسة من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.